بالنسبة للمسح البصري هناك شطرين، الشطر الأول السيالة العصبية البصرية، هنا اللاعب عن طريق سكان فيزيوال يجلب إشارات ومواقف دي سيتياسيون وتوقعات إدراكات فيما يخص جلب المعلومة. أما فيما يخص الشطر الثاني السيالة العصبية الحركية، هنا يتخذ اتجاهات مع اتخاذ القرار الصحيح وتكون سرعة التنفيذ عالية. هنا نستخلص أن طريقة المسح البصري فيها ثلاث مراحل. المرحلة الأولى عن طريق المسح، هنا اللاعب يجلب المعلومات وتقوم السيالة العصبية البصرية بتحويلها إلى الدماغ، وهنا الدماغ يقوم بعملية التفكير واتخاذ القرار اللازم ويمد السيالة العصبية حركة للأطراف باش تقوم بتنفيذ الحركة وتكون سرعة التنفيذ عالية. السلام عليكم. اليوم عندنا خاصية المسح البصري هي سكان فيزيوال، يستعملها اللاعب من أجل جلب المعلومات الكبيرة باش ينجم يتعامل في الملعب من ناحية التمرير ومن ناحية المراقبة ومن ناحية استغلال المساحات الفارغة. نشوفوا هنا اللاعب استعمل طريقة المسح البصري من أجل اتخاذ القرار الصحيح ألا وهو التمرير للزميل المقابل.